صوتي جميل وشعبي أنباني بأعظم انتصار بأعظم انتصار. أنا صامت مناضل فخور بكل الطوار بكل الطوار. أنا صامت مناضل فخور نبغينا يكون الكل قوم الوحدة والتضامن. نبغينا يكون الكل الوحدة والتضامن. الكاتب الإقليمي لنقابة التجار الحرفيين بالرباط التابع للاتحاد المغربي للشغل. اليوم كنحتفلوا بالعيد بعيد الشغل. التجار ديال مدينة الرباط، مدينة سلا، مدينة تمارا تا هما حاضرين. كاين مجموعة ديال المطالب خاصة الآن المشكل الآن اللي كيعانيو منه التجار وديال التغطية الصحية. يعني التجار تيخلصوا التغطية الصحية وما تيستافدوش منها. كاين عدة مشاكل مع سواء إدارة الضرائب ولا مع لاسينيسيس. يعني وحنا كنطالبوا باش يتم فصل الضريبة على التغطية الصحية، ذاك الواجب التكميلي عن الضريبة. يعني بداو عوض ما نخلصوا إدارة الضرائب في الواجب التكميلي نخلصوا نيشان يعني مباشرة لاسينيسيس. لأنه اليوم التاجر ملي كيمشي للاداره ديال لاسينيسيس تيقول ليه ما عندنا، غتشوف مع اداره الضرائب. ملي كيمشي لاداره الضرائب تيقول ليه ما عندك حتى مشكل راك مخلص وما كيستافد لا من التغطيه الصحيه لا والو. يعني هذا مشكل كبير اللي طايحين فيه وعينا ما نغوتوا على اساس انه باش يكون واحد الحل لهذه الفئه هذه، ولكن حاليا مازال ما لقيناش واحد الاذن صاغيه اللي يمكن انه تستجب للمطالب ديالنا. كاين مطالب اخرى اللي هي دائما كنرفعوا الشعارات ديالها، خاصه المطلب ديال ديك الزياده اللي كتكون ديال الكرا، ديك 10% اللي كتكون. يعني كنطالبوا انه ما تكونش 10 تكون 5%، وتم رفع هذيك عوض 3 سنوات تكون 5 سنوات. كاين مجموعه ديال المطالب، خاصه المشكل ديال الفوتره اللي عندنا، لانه كما تعرف الجميع انه الفوتره ما كايناش. يعني كاين البونات، يعني ولهذا كنطالبوا انه الجهات المعنيه انه تاخذ بعين الاعتبار هذا الاشكال هذا اللي كاين في السوق، يعني باش ما يبقاوش يعني يسجلوا مخالفات التجار الصغار لانه ما كيتحملوش المسؤوليه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم شرف الدين عبد الرحيم الكاتب الاقليمي لنقابه سائقي سيارات الاجره. اليوم كنغتنموا هذه المناسبه باش نعكسوا هذه المعاناه وهذه المشاكل اللي كيتخبط فيها المهني ديال سيارات الاجره. لانه كما هو معلوم ولو اننا في القرن 21 في 2024 اليوم ما عندناش قانون اللي ينظم القطاع ديالنا، ما عندناش كيف ما كتشوفوا هنا التشريعات اللي تنظم القطاع ديالنا يعني ونحيدوا من هذاك العابات وهذيك الفوضى وهذيك العشوائيه اللي كتشتغلوا فيها. وكذلك كنطالبوا بواحد رخصه للسائق المهني، ذاك السيد اللي كيمارس المهنه ديال سياره الاجره فهو حوج لواحد الرخصه باش يضمن الاستقرار المهني ديالو، باش كيف ما قلتوا انتوما ما يبقاش تكون هناك مشاكل مع دوك الزبناء اللي كيهزهم. لان الناس اليوم والمجتمع فتيحكم علينا من خلال التصرفات ديالنا اللي هي من طبيعه الحال عندها علاقه بالوضع وبالمعاناه اللي كنعيشوها. اليوم حنا كنطالبوا بتشريع اللي نظم القانون ديالنا. اليوم كتشوفوا على ان النقل السري اللي هو عبر التطبيقات هما كيطالبوا بالتقنين، في حين حنا القطاع ديال سياره الاجره ما عندناش قانون. اليوم كنطالبوا بقانون ينظم القطاع ديالنا، وكذلك رخصه للسائق المهني. كذلك هناك جمله من المشاكل اللي كنعيشوها على مستوى المدينه ديالنا داخل مدينه الرباط. فكما هو معلوم اليوم الجماعه ديال الجماعه ديال الرباط فهي بصدد واحد التهيئه ديال الاصلاحات ديال البنيه التحتيه، كتقوم باصلاحات ديال البنيه التحتيه، ولكن تجاهلت الاحتياجات والمطالب ديال الساكنه ديال الرباط بخصوص المحطات. فاليوم ما عندنا
عندناش محطات نموذجيه في العاصمه في مدينه الانوار، وحنا بصداد استقبال واحد تظاهره عالميه، ومن حقنا اننا تكون عندنا محطات نموذجيه باش نشتغلوا بواحد الاريحيه، باش يعني باش نحققوا ذاك الاستقرار المهني، باش ما نلقاوش مشاكل مع ذوك الناس اللي كنحملوهم معنا في السيارات ديالنا. لان اليوم كيف ما سبق وقلت على ان الناس كتحكم عليك من خلال التصرفات ديالك، وهما ما عندهمش درايه بالوضع وبالمعاناه اللي كيعيشها ذاك السائق المهني. فاليوم كنطالبوا بمحطات نموذجيه داخل مدينه الرباط، لان هذا الامر هذا محتوم ومفروض، مفروض علينا انها تكون عندنا، مفروض انها تكون عندنا محطات نموذجيه اللي نشتغلوا فيها. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.